عم دراكي غادة مقتولة عشيرة مقتولة صاحبي وميتا صح. تكوني زدتي داك الفم صح كما قلت راه ما كاينش ديك البيرفكشن ديال واحد جوج ثلاثة اليوم واحد جوج ثلاثة خطا واحد جوج ثلاثة أربعة هاي 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 صافي راه وليتي روبو وما جيتش تولي روبو ما عمرك ما تولي روبو ما تقولش أنا كاين اللي تقول لي دابا ها أنا وليت روبو صافي تولي تبعد من داك الشيء وتبدا تفكر وخصوصا التفكير بزاف ولا مشكلة ديال هاد الشيء هذا تيفكروا بزاف أصاحبي دابا واحد الخطط شفتها هاد اليامات هادي عجباتني دابا شنو كتخيل يوقع قداكو واللي ممكن يوقع قداكو فهمتي داكشي اللي كتخيل يوقع قداكو كبير وداكشي اللي ممكن يوقع صراحة راهو هي قداكو وعلاش انت كتفكر قداكو هو ديزل المفيد واش الموتيفاسيون واش الموتيفاسيون ديال اليوتيوب بحال تقدر تعتمد عليه على المدى البعيد ولا كيبقى غير محفز لحظي خويا كاع الفيديوهات اللي في العالم وكلشي كيبقى محفز لحظي لهاد الهضره هادي ديالي انا كنحاول دابا ندوي لك شي حاجه تكنيك شي حاجه شويه اللي تفيدك ما الا كنت فهمتي تديك التحفيزات انا ما عمرك كنت كنحفز انا كنت كنبغي انسبيريك ما عمرك كنت كنحفزك انا الا كنحفزك كنقتلك ودوك الفيديوهات كاملين ديال التحفيز في يوتيوب كيقتلو بيان سور دابا غادي نحس براسي ولكن الواقع ما تيدلش على الواقع غير غادي تمشي غادي تلقى غادي انا ندوي معاك صريح فهمتي غادي تشوف الانترنت غادي تحس براسك غاتمشي للمقاطعه يفشلوك فهمتي يفشلوك ها انت سمعت هاد الهضره هادي هذا هو الواقع ماشي غير عندنا ماشي عندنا في المغرب انا مشيت للادارات في امريكا مرتب تسني انا مشيت للادارات في سميتو في تايلاند مرتب تسني انا مشيت على شحال من حاجه في شي دوله اللي تقضى في سيمانه ولا تقضى في شهرين صات الواقع ماشي هو اللي كيتقال فهمتي نحن في كذا 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 الادارات الرقميه اخر تطور الواقع تيقول العكس فهمتي ورقه ديال النهار اللي كيقول لك انهم في التلفازه كيديروها في 24 ساعه لا خضت جوج سيمانات وبالمعارف وبطلع وبنزل وبشويه التليفونات صات فهمتي يعني خاص تكون واجد الواقع خايب الواقع كيتطلب شويه ديال الصبر شويه ديال النفس فهمتي يعني واخا نتفرج في هذا اليوتيوب كامل وانا دابا نيت محددين قدام واحد شي فيديوهات ديال واحد ايد مايلات وشي زيتان اخرين كنت انسبيرا منه كنتفرج فيهم باش نتموتيفا على حقيقتاش فهمتي هو ايد مايلات هذا كيدير شركه تاع السابليمنت كيبيع 400 مليون دولار في العام 400 مليون دولار في العام انا بغيت ندير 4 اوكي اجي نسمعوا اجي انسبير اجي نقولوا صد 400 دونك انا ممكن ندير 4 علاش لا دونك هو 400 المبيعات انا ندير 4 المبيعات عادي فهمتي انسبير كتقول بما ان هذا دار ممكن حتى انا ندير صاو وغاده اما الموتيفاسيون لا خويا حاول تكون شي موتيفاسيون داخليه فهمتي على حقيقه غنتفكر شنو داز عليا في الصغر غادي نتموتيف فهمتي نتفكر انا باغي نوصل لشي حاجه ديال التموتيف ماشي بالضبط خاصها تكون دازت عليك يقدر يكون عندك شي طموح ديال شي حاجه باغي توصل ليها شي ناس باغي تثبت ليهم شي ناس باغي تبين لهم راك انت كاين ماشي كما كيتهموك بلي راك ما فيديكش وبلي راه غير واحد من الرعاع اللي كيغوتو تمايا وبلي راك كتضيع وقتك وبلي ما فيديكش وبلي شحال ما تيقول لي اخويا انا كيحطموني الوالدين كيقولوا لي ديما ما فيديكش كذا شي حاجه زوينه صاحبي هذا واحد الدافع انك خاص تثبت لهم ان راه فيديك وبلي انت راه ممكن يعولوا عليك وبلي انت في المستقبل تبين لهم العكس وبلي انت هو اللي يوقفوا عليك في المستقبل شي حاجه زوينه صاحبي فهمتي هادو هما الحوايج اللي جيت خليها كدافع موتيفاسيون يوميه موتيفاسيون ماشي بيان سور موتيفاسيون يوميه باش تكون موتيفي يوميا مع داك انت كتضرب الشمه وغادي تدمر صحتك من بعد فهمتي موتيفاسيون يوميا ما كايناش شي حاجه سميتها انا موتيفي يوميا دونك انا مشكوك في عمر هذا اللي كيقول لك انا موتيفي يوميا عادي كاين واحد الحاجه سميتها الديسيبلين فهمتي كاين واحد الحاجه سميتها الالتزام والانضباط الكوميتمنت اند ديسيبلين فهمتي كوميتمنت اند ديديكيشن والديسيبلين تاع فهمتي الالتزام والانضباط انا قلت غادي ندير واحد جوج ثلاثه خصني نضطر ندير واحد جوج ثلاثه نقدر ندير واحد جوج وما نديرش ثلاثه ولكن ثلاثه غادي نحولها للغد اللي بعد الغد ليه وغادي ندير ثلاثه وغادي ندير واحد جوج ثلاثه عاوتاني وغادي ندير واحد ويقدر يبقى لي جوج ثلاثه نحولهم النهار الاخر وندير واحد جوج ثلاثه وندير جوج ثلاثه ديال البارح وغادي كما قلت راه ما كاينش ديك البيرفكشن ديال واحد جوج ثلاثه اليوم واحد جوج ثلاثه خطا واحد جوج ثلاثه اربعه هاي 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 صافي راه وليتي روبو وما جيتش تولي روبو ما عمرك ما تولي روبو ما تقولش انا كاين اللي تقول لي دابا ها انا وليت روبو صافي وليت روبو سيمانه جوج عشره شهر
واحد النهار ما غاديش تكون روبو، واحد النهار غادي تخسر. حنا بشر، حنا واحد الانسان عادي، حنا واحد الناس بساط، فهمتي؟ عندهم واحد العقل ضارب معاهم النار وما طال، حنا هزينو ما عرفنا واش معانا ولا ضدنا، فهمتي؟ وكنتقاتلوا معاه وكنطمحوا في الحياة نديرو، وفهمتي؟ وهذه هي الحياة، ولكن كتحاول تبقى في الطريق باش توصل، لأن كما شرحت في اللايف الثاني، هذه هي الطريق، هذه هي الطريق، كتحاول تبقى حداها، فهمتي؟ ما درتيش ثلاثة حولتها لغدا، وبقيتي غادي، بقيتي غادي حدا الطريق، ماشي الطريق اللي خططتيه هذه، وانت بقيتي غادي شوية تقول علي لا يقلب ولا يشقلب بالك، نمشي انا في حالي ولا اجي نقلب طريق اخرى نمشي هاكا من ورا، عاوتاني ما اختاريتي تمشي هاكا كتمشي عاوتاني، فهمتي؟ دير هاكا، خاصة تختار شي طريق وحدة وتكمل فيها، ما نقولش لك تكمل فيها بيرفكت، حاول تبقى ما تديفيش، ما تسمحش في كل شيء وتمشي في حالك، بقى كلما حاولتي تبقى قريب للطريق كلما توصل بعيد في حياتك. راه ايفري فاكين داي، فهمتي؟ كنخدم every fucking day، كنخدم every day، خصني نتابع مع التيم، وما محتاجش نخدم، والله ما محتاج نخدم. شتي التيم دايرين ما اكثر، ووافيين وقاضين الغرض، وبوحدهم كيديفلوبوا البروجي، بروجيات غادي الحمد لله بوحدهم، ولكن دازنت مين في هاد الستيب هادي في حياتي اللي نسمح في كلشي. لا يوميا باقي كنخدم، ويوميا كنوض مع الخمسة الصباح، وانا راه ما مستاهلش نوض مع الخمسة الصباح، ولكن طموح اخاي كبير، حتى الخمسة الصباح ما كافيش، خاص يكون عندك شي حاجة، فهمتي؟ شي حاجة كتنوض عليها، شي حاجة باغي توصل لها، شي حاجة ما باغيش تموت، لأن في الآخر تبعنا واحد الموت، فهمتي؟ ما باغيش، واخا نكون كنموت نكون عارف راسي راني كنت كنتقاتل، ماشي في ديك اللحظة ديال وأنا كنموت نبقى نقول كون هير درت هادشي، كنت خايب مع والديا، كون هير. نكون مزيان مع والديا، كون صراحة ديك الفكرة اللي كنت باغي ندير وأنا في ديك لاج كون هي درتها، لا دي راس. المهم ما نكونش كنتاسف في اللحظه ديال الوفاه، فهمتي؟ نقدر نموت من هنا دقيقه، من هنا 20 عام، من هنا 50 عام، من هنا 60 عام، المهم ما يبقاش فيك الحال انك درتيها وفشلتي، ولكن يبقى فيك الحال انك ما درتيهاش، هذا الشيء هو اللي يبقى فيك، هذا الشيء هو اللي يبقى فيك الحال، فهمتي؟ يعني نوض اخاي مع 5 الصباح، المهم ما يبقاش فيه الحال، ماشي نكون كنموت ونقول الله صاحبي ما كنتش كنخدم على الاهداف ديالي، كون هي كنت كنوض مع 5 الصباح، انا اجي نموت دابا دقه واحده، دوز حياتي كامله نعاس وغادي نعس دابا دقه واحده، صعب. لا ما مستاهلش. كما قلت الموتيفاسيون راه دويت عليها، ما عادش نعاود ما نقولش الريزومي ديال الهضره اللي قلت، انا ما جاتش الريزومي الهضره ديالي كامله في جمله واحده. كتلقاش اسئله بحال هكا، عدم الاستيقاظ مبكرا، عدم الاستيقاظ مبكرا، انت زعما ما تقدرش تنوض بكري كذا، نجاوب بالزربه خويا الناس اللي متابعين هادشي اللي شوف، والله الا كنقول زعما راه درت ما اللي درت كاع داكشي اللي كافي ووافي لواحد باش يقضي غرض. الا جيتوا الاخوان تراجع السنوات ديالي اللي دازت واللايفات ديالي اللي دازت، وتابعتيني من نهار كان ما كانتش عندي الحياه، تنهار ولات عندي الحياه صغيره، تنهار ولات، وتابعتيني من البدايه ديال الحياه ديالي حتى لدابا، اجي تلقى والشعر حتى هو كان وغادي كيطيح، فهمت؟ اجي تلقى باللي واحد التطور ديال من 2011 بنت في الواب لدابا كاين واحد سميتو، هتلقاني باللي في البدايه كنت كنفيق مع 12، ومن وراء عاوتاني واحد المدة وليت كنفيق مع 10، ومن وراء عاوتاني واحد المدة وليت كنفيق مع 8، و8 وليت كنفيق مع 7 ونص، و7 ونص وليت كنفيق مع 7، و7 وليت كنفيق مع 6 ونص، وكنت كنبارطاجي هادشي. انا الاخوان وليت كنوض مع 7، انا الاخوان وليت التزم دابا 4 شهور وانا كنوض مع 7، انا الاخوان دابا حطيت واحد البروغرام ديال نولي نوض مع 6 ونص، انا الاخوان حطيت واحد البروغرام ديال ان شاء الله نولي نوض مع 5، ما قدرتش رجعت عاوتاني 7، عاوتاني رجعت 5، ما قدرتش رجعت 7، عاوتاني رجعت للخمسة، ما قدرتش رجعت للسبعة، عاوتاني الخمسة، واش جينا الخمسة، صاد ما تشوفش الصورة الأخرى ديال شي واحد، ماشي شي هادشي بيان سور كتفهمو مع الوقيتة، ماشي شي واحد يدير بشي صدر كبير وشي بيسبسات بحال هكا، وتجي نقول وات ذا فاك فينا هي صاحبي، أنا ما عرفت علاش أنا ما عنديش، لا ما عنديش علاش ما خدمتش عليها، أي حاجة كتجيب الخدمة، الفقر مع الخمسة الصباح، قدرت تقول لي لا أنا صاد من غدا غادي نفيق مع الخمسة الصباح، ديرها فعلا تقدر ديرها، ولكن واش تقدر ديرها بعد غدا؟ واش تقدر تلتزم بها من هنا سيمانة؟ واش تقدر تلتزم بها من هنا شهر؟ للأسف لا، ما تقدرش، هي واحد الحاجة كتجي ستيب باي ستيب، فهمتي؟ قدر مثلا شي واحد كيخدم السكوات ب 100 كيلو تيخدمها، ونجي حتى أنا ندير فيها العناد ونقول حتى أنا أصلا نخدم السكوات ب 100 كيلو، نخدم السكوات ب 100 كيلو والميسكلات ديالي غادي تشرقوا، وما نقدرش نغطي ليه النوض، وما نقدرش نتمشى، وغادي نقدر نتعطب حياتي كاملة، ما نقدرش باقي ندير نترين، فهمتي؟ ما صدق ما ستيب باي ستيب، داكشي كيجي بالتعود، ما تجيش تجي طاك
لصقنا لا ستيب باي ستيب، انت اخاي كتنوض معايا الجوج لا نطي مع الوحده انجاز، انجاز عظيم خاصنا نوسموك عليه فهمت، نطي مع 12 تحسن كبير خاصنا نصفقوا لك اصاحبي، علاش ما شفتيش راسك صاحبي هذا التقدم اللي كتحقق في حياتك، انت كنتي ما كتنوض حتى لجوج العشيه وليت كتنوض مع 12، انجاز عظيم اصاحبي هذا راه انجاز تاريخ، وما 12 ولات واحد بعد واحد الشهرين ولات مال 10 با 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 راه صافي زعما راه خير راه 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 4 السوايع الفرقه صاحبي راه العظمه هذه 8 الصباح ولي 6 السوايع الفرقه، وليتي كتنوض 6 السوايع قبل وليتي كتربح 6 السوايع في حياتك في كل نهار، ولا النعاس ديالك كيتقاد وليتي كتفيق مع 8 السوايع كتنعس بالليل، انجاز عظيم اصاحبي هذا، ولكن علاش ما كتشوفهاش هاكا؟ علاش كتشوفها باغي تنقز من 2 ل 5 الصباح؟ ما تجيش دقه واحده، كتجي ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب. شحال من الاخوان كيسولني شحال كتنعس من ساعه، كنعس 4 6 8 على حسب الخدمه الامور، خرجت مع الدراري صحابي ما خرجتش كذا، ولكن كنوض مع 5 الصباح اجباري، نوض مع 5 الصباح ولا جبرت راسي نوض مع 5 الصباح، وكنت عيان النهار اللي بعده اجي نعس بكري، نقدر نعس مع 9 ولكن التوقيت اللي كنعس فيه هو 11 ل 5 الصباح، كنعس مع 11 الليل كنوض مع 5 الصباح هذا هو ولكن ما جيش تجي بحال هكا وتقول انا غدا غادي نعس مع 11 الليل ومع 5 الصباح، وبيان سور ملي كنسافر من بلاصه لبلاصه كيتبدل عليا التوقيت، كيتبدل عليا كتكون السيمانه الاولى كامله معاناه باش نعاود نجد السيستم، لان دابا نفترضوا اني سافرت من تايلاند للمغرب نزلت تما لقى 6 سوايع الفرق باش الدماغ ديالي تعود على ديك 6 سوايع الفرق عاوتاني مشاكل، المهم واحد السيمانه عاوتاني باش تتادابتا، وشوف ديما كاين المشاكل وكتحاول تادابتا راسك. قلت كلشي على الفيقان بكري، واهم حاجه في الفيقان بكري هي تكون عندك واحد النهار واعر، تكون عندك واحد النهار طويل الخمسة الصباح. شو دابا هاني شوف درت ثلاثه اللايفات وباقي الله 47 وهاك عباد الله 8 باقي ما ضربتش، وهاك عباد الله لاصا ما تحلتش 8 يوم السلام، باقي عندي النهار طويل دوز معك ثلاثه اللايفات ودرت انا وياك بوكدا ودرنا وباقي الله 47. شو اصاحبي شو تبارك الله، شو تبارك الله على بركه، انت صاحبي كتنوض معاه نفترضوا نطي مع 10 درتي ثلاثه اللايفات الوحده مشى النهار صاحبي، مشى النهار صاحبي الوحده مشى النهار، شنو ضربات عليك الوحده وباقي ما درتيش داكشي اللي خصك دير ضاع النهار، الا ضربات عليك الوحده خاص تكون طرقتي النهار، داكشي الاخر كيبقى هير بحال قلتي اكسترا باش تضرب على الاخرين صافي فهمتي، يعني دابا نايت ثلاثه ديال اللايفات سته كنمشي لاصال، لاصال كتحل النهار اثنين حتى الجمعه مع سته الصباح، السبت والحد كتحل مع الثمانيه صافي بخير بخير اصاحبي، شو شحال ضيعت ديال الوقت وباقي عندي النهار، باقي عندي نمشى لاصال ونرجع ونمشي نقدام ونخرج، واليوم السبت وباقي غادي نخرج وباقي النهار طويل اصاحبي ما يساليش، وتلقى الناس كيقول لك اصاحبي راه النهار الوقت كيط اصاحبي نوض بكري، حاول تنوض بكري ماشي نوض بكري زعما غدا تنوض بكري، ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب، واحد العضله كيما كتطور واحد العضله ديال البيسبس كتطور واحد العضله ديال الفيق بكري، الدماغ كتعود انه يفيق بكري ساط تجي ولي فهمتي تولي تعيش في النهار يومين وحق الله الى يومين قسما بالله الى يومين في كل نهار، عرفتي النهار طويل وزوين اللي مجربها هو اللي عارفه، الله يحفظك اخويا لا تبارك الله عليك، مع اللي فريمون اللي مجربها هو اللي عارفه، عرفتي راه وحق الله حتى توصل بك القضيه ديال انها تسالي كلشي وترب بعيد وتقول ما لقيتش ما ندير، والله ما نقول ما لقيتش ما ندير ونمشي نقرا شي كتاب، ولا نقول ما بقاش عندي الوقت، واحد السؤال شو هو انا تايه في الحياه خويا كما جاوبت على واحد السؤال نعاود غير هذا السؤال ندوزو بالزربه، تايه في الحياه خصك تكتشف الحياه فهمتي، خصك تكتشف راسك وتكتشف الحياه، تايه في الحياه هو خصك احسن حاجه تمشي تسافر، ما نقولش لك سافر تايلاند سافر امريكان سافر كذا، غادي تضرب واحد الباكتاج غادي تضرب واحد الباكتاج واحد الباك باك تدبر في شي خنشه في الدار عندكم معاك اللي تقول لي لا وكذا والباك باك داير 500 درهم وانا ما عنديش 500 درهم، ما عرفتش كاين شي مدافكرز كيديروا لي بحال هاد اللقطات هادي، انت كتحاول تجرو واش يشد لك في الارض واش يشد لك سميتو ويفراني لك فهمتي، يعني دبر في شي خنشه خشي فيها شي حويجات خشي فيها شي حاجه وتحرك مع الطريق فهمتي، سير سافر بات في شي اوتيل محرتاك ديال 20 درهم في المغرب شي برتوش فهمتي، دبر فين تبات بالتال كدا سير تريح في شي قهوه ما فيهاش كاع الناس اللي كتعرف، بالتالي مدينه فاش انت سراح نزل للصحراء ما فهمتي، نزل شوف ملي تجلس مع راسك اجي يبداو يبانوا لك بزاف د الحوايج، تولي تزيد تعرف راسك وتولي تعرف راسك اش باغي وفين باغي توصل وتولي تبان لك شحال من حاجه، لان ما كتعطيوش اصاحبي الوقت باش تجلسوا مع راسكم، انت فهمتي انت هو واحد الانسان جالس بحال هكا والنهار كامل وماشي يهزو الزبل كيخوه لك اصاحبي هنايا فهمتي، تيقول لك قاتل
دعار، سرقة مال عام، كذا، اغتصاب، طب اختلاس، صافي كانت كل الحياة ديالك صاحبي، وانت النهار كامل ماشي تيحشوا لك هادشي هنايا صاحبي، فهمتي؟ ما جلستيش الوقت باش تفكر مع راسك انا شنو باغي، علاش كاين في هاد الحياة جات، علاش تزايدت، علاش كنطمح، واش كاين شي مهمة ممكن لراسي في هاد الحياة هادي قبل ما نموت نديرها. حنا متزايدين ومتنا، اوكي ما عندناش الجواب، ما نحمقش راسي انايا، فهمتي؟ اخشى الاسئله ما بقاش تبقى، فهمتي؟ هي زوينه ولكن تزايدت، تورط، با امي جابوني لهاد الحياه هادي، تورط، ما بقى عندي ما ندير، صافي يعني كاين هنا دابا، كاين صافي، اللي عطى الله عطى، ما نبقاش نجلس نسخط، واش نبقى جالس هنايا مربي يديا، لا انا يمكن غادي نتصاب، غادي تشدوني شله ديال الامراض النفسيه، دونك شنو غادي ندير؟ خاص تجلس مع راسك، فهمتي؟ غادي تبقى والدماغ ديالك في وسط منه كاين الجواب، ولكن ما يعطيكش الجواب من الدقه الاولى، غتبقى تجلس مع راسك وتطرح هاد الاسئله هادو غادي تلقى الجواب، ولكن راه اخر حاجه هي كتجلس مع راسك، انت راك جالس النهار كامل مع عباد الله، وجالس ملي ما جالس مع عباد الله جالس في سيت الاخبار، وجالس كتسمع لهذا وفضيحه هذا مع هذا والتوب ترندينغ ما عرفتش كتسمعوا في التوندونس في المغرب كذا، اجي صافي هذاك الشيء كامل اصاحبي، هذاك الشيء كامل كونتوني ما عنده باش يفيدك اصاحبي، ما عنده حتى شي حاجه، فهمتي؟ مثلا ما تنلومش الناس اللي دايرينو بيان سور، فهمتي؟ كل واحد كيبغي يترزق من دوك الفيوز اليوتيوب، كاين اللي كذا، المهم هو عنده هدف في الحياه، هو دار داك الفيديو عنده واحد الهدف، المشكل انت ما عندكش هدف، فهمتي؟ انا عندي هدف، ما نتفرجش اخاي في داك الخش اللي عليه كيلوح تما، والله ما نتفرج فيه، لان الطريق ديالي هنا جات لهذا الشيء، وهما داك الشيء كيلوح لهذا الشيء، ماشي ما غاديش نفس الطريق، انت صاحبي ما عارفش الطريق، ما انت غادي هكا، ما انت غادي هكا، فهمتي؟ دونك انت ما عارفش الطريق، اللي جا كيجرك، فهمتي؟ ما خصك تجلس مع راسك، فهمتي؟ اللي جا كيجرك لان انت ما جلستيش مع راسك، جي تجلس شويه مع راسك، واحسن حاجه خوي البلاصه فاش كتعمر، خوي البلاصه فاش كتعمر، واحد الطريقه احسن لو لقيت جلست مع راسي وديفلوبيت، قسما بالله وما لقيت جلست مع راسك، فهمتي؟ كان عقل واحد 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 المشيه، كتمشي عند واحد الخال ديالي جوندارم، كان ديك الساعه في بوميه في الشمال، في حدا الناظور، بوميه وبوفكران، فهمتي؟ كانوا عنده شي دراري صحابو في بوفكران، وكانوا عنده شي دراري صحابو في بوميه، وكنت مصاحب معاهم كاملين، وكنمشي نريح مع هذا شويه جوندارم، وماي كنمشي نريح مع هذا شويه، 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 بحكم الخدمه ديال الجوندارم وداك الشيء، النهار كامل مخاوين الدار تيجيو من الليل وضغط العمل وداك الشيء، دونك انا كنت لاكثريه الوقت كندوزو بوحدي، اكثريه الوقت جالس بوحدي، ما عندي صحاب، ما عندي حتى حاجه، حتى الليل عاد تيجيو تنجمعو وداك الشيء، اما الصباح راني والو، جالس قدام البيسي وجالس كنفكر شنو غادي ندير. اوكي شديت البي تي اس، هاني خدام دابا في الانترنت، كندخل جوج دريالات هادو، ومن بعد حتى لفين، علاش خايف من المستقبل؟ اشنو كاع ممكن يطرا؟ اشنو كاع اسوء سيناريو ممكن يطرا؟ صاحبنا ملي تبقى تسول بحال هاد الاسئله هادو تلقى الجواب، ولكن ما تسولهمش. اخر حاجه فهمتي، راه خاص تعرف باللي بحال راك سايق طوموبيله وطلعت لك الباتري فيه مشكله، ولا الموتور فيه مشكله، ولا راه واكوك، حنا ما تعلموناش هادشي، ما علموناش، غادي انت في الحياه وحسيتي بالخوف، الخوف هو واحد الانذار ديال راه ما عندكش بلانينغ للمستقبل، بولا شعلات بولا طرن، قلت لك رد بالك اخونا، راه ما عندكش بلانينغ للمستقبل، راه جايه شي حاجه وانت ما واجدتش، كتبان لي راك غير ضايع في الحياه، هذه هي البوله اللي شعلات، ولكن انت ما عرفتش طاري، لانك ما عرفتيش تقرا البوله، كتحس براسك ترونتي، بغيتي دير معناها هذيك اللي شعلات ديك البوله ديال ترونتي، دماغك صافي ترونتي، بغيتي دير بزاف الحوايج وما عارف منين تبدا، شعلاتك ديك البوله طرن، غادي انت صايق في الحياه كتمشى، شعلاتك البوله طرن، دماغك ترون، هذا هاد البوله هادي حسب الكتاب اللي كتب لنا الدماغ كيفاش خدام، بيان سور هاد الكتاب هذا كان خاصو يتقرا في المدرسه، ما قراوهش لك، حسب هاد البوله هادي اللي شعلات ليا وانا غادي في الطريق، صايق هاد الجسم هذا اللي دبرت عليه، جات الروح ديالي باق دبرت في هاد البركه هادي، دخلت فيها، شعلات ليا البوله ديال دماغي ترون، دماغي ترون في الكتاب ديال كيف تستخدمو هاد الكتاب، ما كاينش بيان سور هاد الكتاب، هادو صام الشيت اللي علمو ليا المنتور ديالي، ماشي ما عمرك قريتو في شي كتاب، بيان سور هادشي علمو ليا المنتور ديالي. غادي وتعلت لي البوله ديال دماغي تشتت نو no.
دونك دماغي باغي يدير بزاف د الحوايج، باغي نتونكاجا بزاف د الحوايج وما عارفين هي اللي نشد، اجي نزقى اجي نوقف بلاصتي ما عادش نزيد لقدام، اجي نختار حاجه وحده واجي نركز فيها. طران البوله كطفى صافي سور بلاص، طن تنشد ورقه وستيلو، اجي الاولويات هادي عاد تنسى ليها، ندوز لهادي ندوز لهادي ندوز لهادي، صافي الدماغ كيعرفك باللي راك درتي التصرف صحيح. طران البوله كطفى، داك التشتيته ما كتبقاش، الخوف القضيه ديال فهمتي، كاع المشاعر، كاع المشاعر ما هما الا انذار، ما هما ما هما الا انذار ديال 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 بحال بولا شعلات وانت سايق الطوموبيله، واشنو واشنو خصك دير. او وسالينا مع هذا السؤال هذا شكرا بزاف سي، وعندي مشكلتي انني كنفكر بزاف وعارف كلشي. شتو شتو الاخوان، ولات الاسئله كامله في عامين نفسي فهمتي، الحمد لله انه ولا كلشي عارف راسو فهمتي. شوف كتفكر بزاف حتى هي راه تتفكر بزاف، غادي يزيد الدماغ ديالك يتشتت، كتفكر وما كت ما كتيكزيكوتيش، خاصك تحط واحد الفوكين بلانينغ، تحط بلان ديال شنو باغي دير، وخاصك تجلس ديرو، راك عارف كلشي تبارك الله، هذا ماشي مشكل عندك بوحدك، المشكل هذا كاين عند بزاف الناس في المغرب فهمتي. دونك اخويا تكتب واحد البرانينغ وتمشي تيكزيكوتي، وتحس براسك انه وليتي كتحس براسك مزيان فهمتي، ما تبقاش تفكر بزاف، والله ما تبقاش تفكر بزاف، قسم بالله ما تبقى تفكر بزاف، غتولي تفكر في شنو غادي دير غدا، شنو غادي دير بعدو، باش تزيد ديفلوبي داكشي اللي كدير. راه اون فوا غادي تبعد من داكشي وتبدا تفكر، وخصوصا التفكير بزاف ولا مشكله ديال هاد الشيء هذا، تيفكروا بزاف اصاحبي. دابا واحد الخطوطه شفتها هاد الايام هادي عجبتني، دابا شنو كتخيل يوقع قداك واللي ممكن يوقع قداك فهمتي، داكشي اللي كتخيل يوقع قداك كبير، وداكشي اللي ممكن يوقع صراحه راهو هي قداك، وعلاش انت كتفكر قداك، هو راه كاع الا وقع داكشي راه قداك، وفي الاخر ملي كيوقع الاسوء كيكون قداك، تيكون صغير داكشي هذا الاسوء وقع. صعب راه الحياه ماشي ظالمه صاحبي بزاف، الحياه راه ماشي خايبه بزاف صاحبي، راه الله راه تي الله تي راه شحال 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 من الحوايج اللي فهمتي مستوره من عند الله، مستوره من عند الله صاحبي، راه ماشي زعما راه شي حوايج كتقول انت صدف. شوف صاحبنا بزاف ديال الحوادث ديال شي واحد داز فوق منه الرموك وداز هو من ديك حدا الروايط ديال الرموك وما ماتش، راه ماشي صدفه هادشي، راه الله يستر داك خونا وكدا، تقول لي واحد خونا كان غادي وضربو رموك وفعلا وطاح للارض وهزو للسباطه هزو للسبيطار، لانه كل مشى داك النهار كان غادي يدوز من واحد الطراد طاح عليه شي جاجات يموت. علاش ما تفكرش انت هكا، علاش ما تفكرش بديك الحادثه استرات استر الله من شي حاجه خايبه كتوقع ديك الايام، والله خباه فهمتي، قال لي ديك العباسه عاجه صات نتايا هنايا راه تتسناك شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم شوف اخي، انا كنامن بلي اي حاجه كطرى عندها واحد سبب ايجابي من وراء فهمتي، اي حاجه المهم كاين واحد السبب خلاها طرى انها تحميك من شي حاجه ما اسوء. لونتوغاج، عرفتي ولاو بزاف الاسئله بحال هكا. لونتوغاج خويا، لونتوغاج شنو غادي نقول؟ لونتوغاج خصك تختار الناس نقيين، الناس زوينين بيان سور، ماشي ساهل تلقاهم، وعمله صعيبه واصعب عمله هاد الوقيته هادي، وهي السبب علاش درت سيمو لايف، باش نقول انا هاني كاين، انا سلمت راسي هنا راني كاين هنا، اجي قلبوا عليا الناس اللي بحالي، يعني بحال قلتي بينت راسي، اجي قلبوا عليا الناس اللي بحالي، اجي كونتاكتيوني صافي. حتى وليت انا وبحال قلتي هو المركز ديال الانترنت ماركترز فهمتي، تي كونتاكتيوني صافي، وليت بحال قلتي ولو عندي العلاقات كثار من الانترنت، انا خاصني ناس بحالي. انت ملي جيت تبان واحد الشخص ايجابي وكذا، راه اوتوماتيك غادي تجرح داك الناس الايجابيين، ولكن ما تريحش مع السلبيين، ما تريحش مع السلبيين. راه يقدر واحد الشخص ايجابي يكون دايز يشوفك مريح مع شي شمكاره، يقول حتى هذاك الشمكاره واخا يكون واخا انت زوين ما هادشي يريح معك فهمتي، وتخاض عليك واحد النظره خايبه. ومهم المحيط ديالك هو اللي كيأثر عليك، غادي نريح مع مليونير غادي نولي مليونير، غادي نريح مع شي ناس تيتعبدوا الله وكيصليوا يوميا غادي نولي نصلي، غادي نريح مع 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 الميكانيكات مع الوقيتات لقاني وليت ميكانيك، ولا وليت كندبر لهم البياس نبيعوا لهم، ولا المهم درت شي عفيره مع الميكانيكا، ريحت مع المهم ديما غادي تلقى شي حاجه تما، ريحت مع الحشيشيه، يا اما غادي نكمي معاهم يا اما غادي ندير معاهم شي حاجه اخرى، المهم راني اونكاجي معاهم، مع من ريحتي مع من غادي تولي. دونك اختار دوك الناس مع من كتريح مزيان، وماشي مهم انك تريح مع مليونير بقدر ما انك ممكن خاصك تريح مع شي واحد عنده طموح انه يولي مليونير،
حتى دخونا هذا ما قدرش تلقى شي واحد مليونير ولا شي واحد ناجح في الطب وانت باغي الطب، شد شي واحد او مينيموم حتى هو كيحلم يولي طبيب ناجح، شد شي واحد فهمتي تيطمح انه يولي مليونير، شد شي واحد انه كيطمح، لان انتم بجوج كطمحوا شي حاجه زوينه، ماشي مريح مع شي مدافاكرز شاعلين هكا جوينات في راس الدار تيتكيفوا تيضيعوا صحتهم كيضيعوا مستقبلهم وتضيعوا لك انت مستقبل. اجي مثلا تشاور معاهم تقول لهم صاط انا تنفكر ندير هادي قال لك بغا يجي الله الا انت كضحك على صاط فرش خوك سالو معك. علاش صاط طريح مع هاد النوع فهمتي؟ انا وتنتهرب منه في هاد المرحله هادي في حياتي وكان كان كان بعيد منه فهمتي، ما 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 كرهتش تولي عندي شي عادات نولي نديتيكتيهم. انت بعد المرة تيكفوا عليا في الشارع اخويا سيمو صافا بخير كي داير اخويا انت بخير الله يحفظك، انا كندواك عادي صافا اخويا انت بخير كي داير الله يحفظك الله يهزك نضره كي غادا مقتوله عشيره مقتوله صاحبي وميتا صاحبي كوني زدتي داك الفم صاحبي الله الا كوني زديتها واحد البلاصه غادي نقول ليه وماشي اخويا ماشي مشكل الله يدير لي فيها الخير الله يدير لي فيها الخير صافي كندير السريتش في حالي سير اخي الله ينشينا من بلاك اصاحبي او ما صاحبي الناس اصاحبي فهمتي كنريح مع النوع الاخرين اندرا الامور اخي غادا مزيان كدا البيزنس غادي هنا مزيان دابا تنفكر نجيب هادي من الشينوا كنفكر نتاجي هنايا فراسك الصاد دابا راه نيجيريا طحت على واحد البرودوا صاحبي واحد البرودوا صاحبي كنجيبو من افريقيا هذاك ديال الروبيني مشات لي سميتو هذا راه مغربي حتى هو اللي دار هاد الخطه هذاك ديال الروبيني اللي كنزيرو به الروبيني وتنديروه في القبص عرفتي صاحبي في افريقيا لقيتو قد قد راه دابا درت واحد البارتنرشيب مع واحد القباص وليت كنجيبو ليه صاحبي دابا النقاشات الزوينه صاحبي قتول اصاحبي قتول الله يقسم لنا لا يوريك قال الله لا عز بينا اصاحبي انا لا صاحبي انا او جد لي هذه مع المدير وين ولكن ما فهمتي فهمتي مشى 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 والله اخوان كتبوا الفيلاس سميتو الفيلاس ما عرفتش اش كتكتب سميتو صحيحه ولا لا ولكن المهم سميتو الفيلاس في المغرب كنقول ليه الفيلاس فهمت هاد هو اللي عزيز عليه الريح معاه انا عزيز عليه الريح مع هاد الصات اللي جا فوق بيكالا السلام خويا سيمون صافا بخير كدا كدا صبر نوريك اخويا حل لي المحفظه ديالو وراني السورفيتات انا خويا كنبيع السورفيتات في الانترنت وما عنديش باش نخلص الشيبينغ هاد السورفيتات هادو شريتهم من واحد السيد كيجيب داكشي جمله من تركيا وماشي حتى شريتهم كناخذهم منه كريدي وكدا وكنمشي نوصلهم وكنتخلص عاد ترجع كنخلصو واه از فاكين انسبايرينغ واو يس خويا زيد كمل تبارك الله عليك طا 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 زيد اش صاحبي زوين اش صاحبي فهمتي علاه لونتوراج مهم لونتوراج مهم وبيان سور نتا هاد الساط هذا الا شافك في الزنقه ما يجيش عندك انا تنعيش هاد الشيء زوين كنعيش بيان سور واحد الوعد في المية ديال الخايب مع هاد الناس كيجيو عندك الاكثريه ديالهم زوين فهمتي ولا الاكثريه من تيجي عندك اللي كيبغي فهمتي انت واخا يشوفك ما يجيش عندك ولكن هذه من الحاجه من الحوايج ديال تبان تدير واحد الحاجه فهمتي الا كنتي طبيب وبنتي تيجيو عندك الاطباء الاخرين شحال من طبيب حل الانستغرام شحال من طبيب كنعرفو حل الانستغرام فهمتي الطبيب مغربي حل الانستغرام ما دايرش بحال الطبيب كيجي يقول لي صاد العياقه هذه راه ماشي انت اللي بوحدك طبيب صاد دار واحد النيتورك واعر عليك انت بقيتي سد على راسك يقدر انت طبيب واعر عليه ولكن في النيتورك راك ما واعرش عليه راك عايش بوحدك مخزون في واحد القنت ومسدود سد على راسك وما عارفك حتى واحد عارفين اوكي انت مشهور العياده عندك عامره من بعد العياده شكون كيعرفك ما عارفك حتى واحد واش كاين انت فوق الارض وانت انسان غير معتبر فهمت يعني فهمتي هادشي قضيه ما تقولش كبان في انستغرام نو بان هي في في في, في الحومه ديالك كاينين واحد الناس زوينين فراسك في الماستر مايند الاولاني شنو طرا فراسك في الماستر مايند الاولاني شنو طرا جوج دراري من قنيطره من نفس الحومه غادي تلاقوا عندي في الماستر مايند وغادي تصدموا غادي يقول لي هو الصوت انت هنا هو هادي ما كنشوفك في الحومه والله الا قال لهم فراسك اخاي السيم هذا ولد الحومه هذا لا الصوت شتي دابا دابا انا لقيت ولاد الحومه انا لقيت ولاد الحومه هذا جاي عندي انايا وهذا جاي عندي انايا تلاقاو تمايا واخا ولد الحومه علاش لان هذاك خونا دميغ كيخدم ضرب العاقه ساكت الاخر دميغ خدام ساكت باش هذا يعرف هذا خدام في الانترنت وباش هذا يعرف هذا خدام ما يمكنش لان هذا ما بانش وهذا ما بانش هذا كيضربها حسي مسي والاخر كيضربها حتى هو حسي مسي صافي تتلاقاو عندي هو الصاد ولد الحومه والله الا فراسك اخي السي والله الا هذا ولد الحومه صاحبي تجي شتا الصاد شتا الصاد
اجمل الحوايج اللي كنقول اني كندير في دوك الماستر مايند زوينه هي كونيكتينغ بيبل، كتكونيكتي الناس الناجحه، ما كتكونيكتيش الشيت ديال الشيت ديال اسمي، كتكونيكتي الناس الناجحه. على فهمتي تنقول لك هذا الشيء بيان سور، ما انا ما ننصحكش به دابا، ما كننصحكش به، تنصحك تمشي تخدم خدمه مال 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 تنهار دير ماشي فلوس، فلوس كثيره وتمشي مزيان تولي غادي مزيان. ديك الساعه تي خصك النيتورك، النيتورك حتى هي فهمتي، النيتورك خصك الاول، خصك الفلوس، خصك الكاش، كاش عار ديال الكاش الصاب. خليني من ديك الهضره تاع النيتورك وكذا، قولها في الاول خصنا الكاش، قطريه تخدم تجيب الكاش، ومن بعدها كدوز كدوز طور طور النيتورك ديالك. غتبغي غتبغي الناس، غتبغي ناس كبار، غتبغي ناس زوينين، ناس دي مليونير ديال الويب، ناس كدير ارقام كبيره في الويب، ناس صحاب شركات ديال ديفلوبمون كبيره في المغرب، صحاب كذا، صحاب ناس فهمتي في 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 الاكونتينغ واصله في المغرب. هادشي كندير انا، انا طريح كنكونيكتي عباد الله. صافي ديال المهمه اللي لقيتها في حياتي انا زوين الحمد لله، درت واحد النيتورك مزيانه، وكل ما كنزيد كنبارطاجيها وكنزيدو نجرو ناس زوينين بيان سور فهمتي، مابارطاجيوهاش في سبيل الله، من هنا كنزيدو نعرفو ناس اخرين وكنجروهم حتى همايا وكتزيد تكبر النيتورك، كنزيدو نعرفو ناس زوينين كنزيدو نجرو حتى هما كتزيد تكبر النيتورك، كنزيدو نعرفو ناس زوينين كنزيدو نجرو ناس اخرين كتزيد تكبر النيتورك. صافي ويور نيتورك از يور نيتورك، راس المال ديالك هو هو النيتورك ديالك. قول لي شكون هما اللي عندك في ديك الجامعه مع من كطريح، نقول لك شكون انت. على حقاش اللوط اوف ماذر فاكرز في المغرب كنعرفوهم فهمتي، كنعرفوهم او فهمتي، ما ما تتلقى ما عندكش معاهم ولا شي حاجه، هو ناجح وتبارك الله عليه وزويون ودار فلوس، ولكن الصاد واحد الشخص اللي انعزالي انطوائي فاهم، سد على راسو فهمتي، سد على راسو صاد، راه بقى سد على راسو. راه الا كنت عندي مشكله بسيطه، مشكله بسيطه ديال خاصني فلوس نكمل شي حاجه، بين ما نجيب فلوس مثلا لخرت العام، مثلا انا جالس نتسنى لخرت العام عاد نتحاسبوا في الشركه عاد يجوني الفلوس، خاصني فلوس دابا، دابا خاصني فلوس مثلا، هذا ميتا خاصني دابا فلوس. غادي نهز التليفون، راه عندي واحد الليسته طويله، راه انا عرفت عرفت تسلفت 200 مليون مع الدراري صحابي فهمتي، 200 مليون تسلفتها مع الدراري صحابي. اشنو تكون عندي واحد انا سد على راسي، اوكي داير انا شي بركه الفلوس سد على راسي، اوكي انا طحت في مشكله، اوكي اشنو غادي ندير؟ غادي نجلس نتسنى ولا نتصل بها خويا كدا 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 محتاج كدا كدا، وخويا والله الا راك عارف وكدا الصاد. لا صاحبي، لا يور نيتورك از يور نيتورك فهمتي. قول لي مع من كتريح نقول لك شحال راس مالك، على حقاش راس مالك ماشي انت بوحديتك، راس مالك داخل فيه حتى الناس، مع من كتريح على حقيتاش، على حقيتاش كاين بزاف الناس في المغرب وحق الله الا كاين هادو صحابك، عندك صحابك راه فلوسك راه غادي تشري شي حوايج اللي قسما بالله الا في المغرب سرباي سرباي في القهوه قضى ليا شي حوايج اللي ما يمكنش شي واحد يقضيهم فهمتي. لان علاش؟ لان عندي مع علاقه مزيانه، كنجي نفطر نخلي لي 20 درهم، مره نخلي لي 30 درهم، مره فهمتي نخلي الصرف كامل ونزيد كدا، كنتعامل معاه مزيان. واحد النهار عندي واحد المشكله مريح وقلا ما كخيسم وكتخمم، اكو جاب تار عاجي قلت له اخي واحد الكدا وواحد الوراق باقي معصب معاهم وكدا فين هنايا كدا 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 كدا، ويلي هذاك خونا، داك خونا بالضبط ديما تيجي كيتغدى هنايا، وعشيري ديما كيقول لي تصور انت داك خونا اللي واصل عشير السربي، وديما تيجي شوف وحق الله عندك كاع هاد السيمانه هادي كامله تلقاه يجي يتغدى هنايا ونتصل بك، ويلي والله ولد كاع قبل ما نتصل بك تلقاني بريزونتيتك وقاد جيت لك الطريق وكدا كدا كدا كدا، ويلي صافي الامور تخضات سربايه صاحبي، تضحك راه صاحبي السرباي كتحكر عباد الله صاحبي، لا ما تجيش بعيد كتحكر عباد الله صاحبي، تعامل مع عباد الله مزيان. هاي الفكين 20 درهم على 30 درهم كنخلي لك كل مره، كل مره نجي ناكل كدا، انت تعاوتي تتعامل معاك مزيان عشان عباد الله ما كتخلي لهم، ما كتخلي لهم 20 اي 20، انا نقول لك 20 شي اي 10 اي 10 اي 10 في المغرب بزاف شي عباد الله، مش مشي تاكل في المغرب ولا شي حاجه تخلي لهم 20 درهم عشان صاحبي التعامل كي تيولي راك شوف صاحبي فهمتي، لا طلبتي جوج بيضات يدي لك اربعه، طلبتي جوج بيضات في الفطور يدير لك اربعه، طلبتي عصير طلافوكا يجيب لك ما يجيبش لك داك الكاس اللي كيعطوا لعباد الله، يجيب لك شي غراف كبير يقول لك راك تستاهل اخي السيمو، راه لان هذا التعامل كيردوا لك عباد الله ما عمر كانوا كياخذوا، تياخذوا اليوم كياخذوا غدا كياخذوا بعد غدا كياخذوا بعد بعد غدا، من بعد كيبغيو يردوا لان تبقى عندهم الذنب فهمتي، انهم خضاو وخضاو وخضاو، كيبقى عندهم انهم خاصهم يردوا لك بلا ما تحس، بلا ما تحس فهمتي، كيبقى عندك ديك القضيه ديال خاصني نرد له فهمتي، بلا ما تحس اوتوماتيك في الدماغ ديالك كاين هذاك خونا كي تيضل يتعامل معايا خصني حتى انا ندير شي زيست نتعامل معاه اوتوماتيك فهمتي. صافي
سرباي افكن عليها يور نيتورك از يور نيتورك. انا ما كنتش عمري غادي نوصل داك خونا ولا نعرفو كيجي تغدى تما ولا كدا ولا سميتو ولا حتى شي حاجه ولا الامور كانت غادي تيسر وكانت الامور غادي لواحد الاتجاه معقد وما عمرها كانت غادي تفك وما عمرها كانت ما كانش ماشي نقول لك ما عمرها تفك غتفك باذن الله ولكن ما عمر زعما كانت تتبان ليا كانت تتبان لي الامور غادي لواحد الطريق اللي غادي دخلنا في واحد التعنكيش اللي ولات تفكات سرباي فكنا القضيه عليها. شوف سرباي على الساسه هادو راه واحد فهمتي صاب ما تحقرهمش والله اخي لا لا تسترباي حتى الحساسه هانت هانت انا نحاول نفيدك بالاكسبيرينس ديالي لان كنبغي نقتصد عليك بزاف في الحياه. هاد الاكسبيرينس باقا جوج دقائق في اللايف وغادي نقطع. انت الصاد كتعامل مع الحساسه كتعامل معاهم بالتناوه والحقره وداكشي. انا نسول على هاد اللقطات واحد النهار في اكادير لان كنتعامل معاه مزيان ديما كنتعامل مع الحساس ايفري فاكين دايم واخا ما كنعرفوش وسميتو كنتعامل معاه مزيان. كنجي كنبارك فواحد القهوه في اكادير كنريح كناكل كنزيد مع الطريق كنجي كنريح جريح مع الدراري صحابي ما عليا ما بيا جا عندي الحساس خويا سيمو الطوموبيله ديالك كتبيس كنسمع النفس مشيت معاه سمعت الصوت كتبيس قلت ليه شوف سير بلاصه زيد السارود قلت ليه خويا هاك عتقني ديماريها سير عطيتو الطوموبيل مشى ديماراها مشى قدها ليا جابها مقادها ما بغاش يتخلص تنقولي لا والله خويا سيمو ما تخلص بالله الا اول مره لقيت باش رد لك الجيست اللي كدير معايا اول مره لا تخلص ما يبقاش رديت لك يتسمى خديت المقابل لا خويا سيمو صافي ريحت مع الدراري صحابي عادي الطوموبيله مشات وانا غنفطر مزيان وبخير ومريح وضحك مع الدراري صحابي ورجعت لبلاصتها والسارو ترجع ليا ما يجيش يديرها معاك اي واحد. وهاد خونا هذا اللي هو سميتو واحد النهار كانت خاصني واحد الورقه فيها كدير انجليزيه والمقاطعات عامرين مع الدخول للمدرسه هي هذيك شي مريح تمايا كنفطر في داك الكوان من نرفز 43 ثاني خاصني تربيق من نرفز كافر فهمت. قال لي مالك اخاي سيمو قلت له صاحبي المقاطعات صاحبي رابو فيهم التلاميذ صاحبي مشينا انجليزي وما لقينا ما انجليزي. قال لي اشنو باغي تقاليزي باغي انجليزي كدا 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 يلا مشى فرت طرقنا صاحبي ما تحقرش لي الساس ما تحقرش السرباي ما تحقرش عباد الله راه عندهم شي حوايج ما عندكش انت واخا بفلوسك واخا بكذا راه انت عندك الفلوس اش غادي دير بهم اوكي غدخل الاداره تقول لهم انا باغي نشري ما يمكنش اصاحبي ريح الارض فهمتي الساس ما تحقرش عباد الله ما تحقرش عباد الله الساس راه العلاقات هما كلشي الاخوان طلعوا لي فراسكم good luck تبارك الله عليكم بالتوفيق للجميع.